مات يوسف وهو في أرض مصر. ولما مات يوسف زعل جدا كل إخواته وبالتالي كل شعب بني إسرائيل. ليه زعلوا؟ لأنه ده الأساس اللي أنا مركون عليه، ده الوجود بتاع يوسف هو اللي حميني، وهو اللي مديني قوة، وهو اللي مخليني قادر أتواجد في أرض مصر وأنا مطمن. لكن مات يوسف، الشعب بقى خايف ومرعوب، لأن الركن اللي أنا مرتكن عليه انهار، فلابد أن أنا أخاف. أنا معيش حد تاني، كان يوسف هو اللي سندني، لكن ده انتو شعب بني إسرائيل، شعب مختار، إزاي تتركن على عمود ممكن ينهار في يوم من الأيام؟ طب ما تدور على العمود اللي هيفضل معاك على طول. وخاف الشعب وقلق، وبالتالي لما شغلوهم المصريين عندهم عبيد قلقوا أكتر، لكن عينهم ما كانتش على ربنا، عينهم كانت على الظروف وخايفين وقلقانين على طول. لكن ربنا عاوز يقول لهم أنا معاكم، أنا مش سايبكم. في الوقت دوت كان بيعد واحد عشان يقدر يعبر بيهم من أرض العبودية ومن أرض الخوف إلى أرض يكون فيها عدم خوف، يعني أمان. وربنا بيعد، عد ولادة موسى بطريقة عجيبة، وكانوا حاسين إن ولادة موسى دي مختلفة تماما. ليه؟ لأن موسى كان ممكن يموت زي أي إيه؟ زي طفل من اللي كانوا موجودين، لكن ربنا حماه بعناية. فحماية ربنا لموسى بتقول للشعب خدوا بالكم أنا إيه؟ معاكم، أنا معاكم. مش كده بس، ده موسى كمان ساب الدنيا ومشي، بس خلاص مفيش موسى كمان. وفضل الشعب يئن 40 سنة في أرض مصر، وموسى بره لمدة كم سنة؟ 40 سنة. ورجع موسى مرة تانية، في رجوع موسى إعلان إن ربنا إيه؟ مع الشعب، مش بعيد عنه. وفضل الشعب مع موسى، وربنا قال لهم كده أنا إيه؟ معاكم، أنا مش سايبكم. وخدهم وعبر بيهم البحر الإيه؟ البحر الأحمر. وفي عبور البحر الأحمر عاوز يقول لهم برضو أنا إيه؟ أنا معاكم. وعبر الشعب وطلع في البرية، وقعد كم سنة؟ 40 سنة في البرية، برضه عاوز يقول لهم إيه؟ أنا معاكم. وفعلا الله كان معاهم وماشي معاهم لحظة بلحظة وسنة بسنة، حتى يونان فقد الأمل إنه خلاص هيعيش. أنت مش بعتني إرسالية، أنا خالفت كلامك، تخلي الحوت يبلعني، تخلي الحوت يبلعني، خلاص كده أنا اتدفنت في قلب الإيه؟ اتدفنت في قلب الحوت. لكن وأنا وأنت يا يونان في بطن الحوت، أنت محمي في قلب الحوت، أنا جعلتك حماية ليك الحوت، ده حماية ليك. فأنا عاوز أقول لك أنا برضو إيه؟ أنا معاك، أنا معاك. وفضل ربنا يقول لكل واحد حاسس إنه ربنا بعيد يقول له برضو أنا إيه؟ معاك. أنا في قلقك، أنا معاك. أنا في وسط ظروفك الصعبة، برضو أنا إيه؟ أنا معاك. في وسط خوفك وقلقك وعدم نومك، برضو أنا معاك.
بس انت سلم نفسك ليا وقول كده مع كل ظرف ممكن يحنيك، قول هتعدي هتعدي، ومفيش حاجة هتفضل على ايه؟ على حلها. هتعدي ليه؟ هتعدي لانه هو ايه؟ معك.